طيب هنغشش بقى المرضى، مع ان ده يعني هيضرنا شويه بس مش مشكله. وانا داخل عياده الاسنان، ايه الحاجات اللي انا لازم اخد بالي منها في عياده الاسنان عشان احكم ان عياده الاسنان دي عياده على اعلى مستوى من الجوده؟ طيب تعالي نرجع خطوه لورا قبل ما ادخل عياده الاسنان. الموضوع بيبدا من مكالمه التليفون اللي بحجز بيها الموعد. هل انا لما اتصل بالتليفون والسكرتاريه تقول لي مثلا ميعادك بكره الساعه 5، هل انا هاجي بكره الساعه 5 وهقعد استنى لحد لما ادخل هستنى دوري باسبقيه الحضور، ولا معادي الساعه 5 يعني هدخل الساعه 5 او 5 وربع بالكثير؟ ليه بقول الكلام دوت؟ مهم جدا، بيدي انديكيشن او بيدي علامه على ان العياده دي بتحترم المواعيد بتاعه المرضى، وبالذات في الفتره اللي احنا عايشين فيها بتاعه الكورونا وانتشار العدوى طبعا. مهم جدا ان المريض ما يقعدش فتره طويله في غرفه الانتظار. مهم جدا انه يتاكد ان المركز اللي رايحه عنده جدول زمني محدد، يعني انا دلوقتي في المركز عارف القوه الاستيعابيه كم مريض ممكن استوعب في المكان دوت في الساعه. هو في حاجه بس في عياده الاسنان مهمه جدا يعني مختلفه عن التخصصات الاخرى، يعني لما اخش عياده والاقيها زحمه ممكن اقول الدكتور ده شاطر، بس بالنسبه لعياده الاسنان انا ما ينفعش اخش العياده الاقي زحمه، لان كل مريض بياخد له من نص ساعه لساعه الا ربع، فلو في اربع عيانين بره هستنى قد ايه عشان ادخل؟ فمتهيألي يعني حضرتك طبعا ادري ان لما اخش الاقي بكتير في عيان او عيانين، هي دي العياده المفروض اخشها لان المواعيد بتاعتها محترمه. حقيقي، وبرده حاجه ثانيه خلي بالك ان يعني مهم جدا انا اقلل عدد الساعات او عدد الدقائق اللي المريض بيكون متواجد فيها جوه العياده. اول حاجه انا بحترم وقته، ودي حاجه انا شخصيا لما بروح عيادات وبلاحظ احنا دكاتره بس بنضطر ساعات نروح برضو عيادات، بقعد بالساعتين والثلاثه عشان ادخل للدكتور يعني. فالحاجه اللي ده كده واحنا واسطه كمان ده في حقيقي. فالحاجه اللي مش هرضاها على نفسي اكيد مش هرضاها برضو على المريض. ولكن الاهم بصراحه من دوت موضوع انتشار العدوى، وان انا ابقى عارف القوى الاستيعابيه في غرفه الانتظار ممكن كام مريض يقعد. ولكن المريض اللي يجي برضه اللي هو انت معادك 5 مش هتخش 5 بالظبط يعني، لا أو يعني ما يعني برضه احنا مش بنتعامل في ترابيزه، احنا بنتعامل في عيان بالزبط. ممكن العيان ده يحصل له مضاعفات كومبليكيشن، ف يعني برضه بندي جاب وبندي جاب برضه ما بين كل مريض والتاني عشان نلحق ان احنا نعقم ونعمل ديس انفكشن وتعقيم للاوضه قبل ما المريض الجديد يدخل على الاوضه. انت عارف ان احنا اصلا اول لما العيان بيدخل لنا، احنا زمايل بقى واحنا عارفين القصه دي، ان اول ما العيان يخش يقول لك انا اكتر واحد بكرهه دكتور اسنان، شيء محبط جدا. يعني انا قبل ما اشتغل اصلا هو كارهني، فانا يعني عشان احببه فيا دي يعني محتاجه خطوات كتير. والله بتبدا من مكالمه التليفون، يعني لما المريض يحس ان هو العياده مهتميه بيه ومستنياه وبتجهز وبتاخد حتى ممكن تاخد بعض الهيستوري او بعض المعلومات منه بالتليفون، المريض هيجي مطمن عارف ان هو جاي مكان هيهتم بيه ومستنيه بالفعل. الحاجه الثانيه لما المريض يدخل العياده بقى، خلاص المريض حجز ودخل العياده، ايه الحاجات اللي ياخد باله منها؟ ايه بقى الحاجات اللي عيني تلقطها اقول ايه ان العياده دي عياده ليها تقنيه حديثه؟ حقيقي بالظبط كده. هنسردهم كده يعني سريعا. رقم واحد غرفة التعقيم، رقم واحد. تاني حاجة الحاجات الرابينج، العيادة نفسها، التغليف للحاجات أو سواء للأدوات اللي بستعملها أو تغليف حتى للأماكن اللي الدكتور بيمسكها بإيده. في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، أول ما يخش بس قبل ما يخش من داخل عيادة الأسنان نفسها، أول ما يدخل الريسبشن مفروض يلاقي إيه؟ ده حتى بيجي من كمان من إضاءات الريسبشن. بالظبط، الإضاءة، النظافة، غرفة التعقيم مهم جدا تكون لوحدها زي ما انت عارفة ان غرفة التعقيم البروسيس بتاع التعقيم ليه كذا خطوة. هنبص على الفيديو كده نشوف العيادة. دي غرفة تعقيم يعني ما بتعملش فيها حاجة غير بس التعقيم، ما ينفعش جهاز التعقيم يكون موجود في العيادة اللي بشتغل فيها. ده بقى الرابينج، هو ده الاماكن اللي الدكتور بيمسكها بايده لازم يغلفها كويس قوي ما بين كل مريض والتاني، بتتغير وبتتمسح الاسطح دي كلها. المريض لما يدخل يلاقي الحاجات مرصوصه قدامه، بتتفتح قدامه، تبقى باكت مع المساعدين. ده بقى بصي انفكشن كنترول او مكافحه عدوى رقم واحد، يكون معاكي مساعدين. مفيش حاجه اسمها ان حد يروح يفتح درج بايده اللي مش نظيفه. كل حاجه موجوده حواليكي، بتركز الدكتور بيبقى مركز في العياده او في الحاله اللي هو شغال فيها، مبقاش عايز الهم لازم اروح اجيب الحاجه من الاوضه الفلانيه. صعب جدا، كل حاجه موجوده حواليه. زي ما انت عارفه بالذات غرفه الاوبريشن او الغرفه اللي بنشتغل فيها، فيها تو زونز او فيها منطقتين، منطقه ملوثه ومنطقه غير ملوثه. لازم يكون في همزه وصل، يعني المنطقه الملوثه هي المنطقه اللي فيها الدكتور بيشتغل المريض وجنبيه المساعد بتاعه. المناطق الغير ملوثه هي الادراج اللي فيها الادوات. زي ما قلنا احنا لازم
قبل ما المريض يجي بيبقى عاملين حسابنا النهارده هنشتغل ايه للمريض ده. في حاجه بتبقى متجهزه طبعا الاول متجهزه كلها بحيث ان ما فيش حد يقوم يجيب حاجه من الادراج، ولكن وارد ان ساعات الواحد ينسى حاجه يبقى في حاجه ناسينها، بيبقى في مساعد ثالث بيروح حتى المساعد ده مفروض برضو على فكره انا باخد بالي ان المساعد ده متدرب ولا لا جدا، يعني دي مهمه جدا ناكد عليها بالظبط. يعني انا اقول له هات الادوات الفلانيه فلو اتلجلج ده برضو دي حاجه بالنسبه لي يعني هتقلقني. المريض يقلق لما يلاقي فيه لجلجه. الحاجه الثانيه ان الوقت اللي المريض بيقضيه على الكرسي دلوقتي قل كتير، يعني العمليه اللي كنا بنعملها مثلا في ساعه ونص ممكن تتعمل في خلال ساعه، ان السرعه بقى الموضوع بقى سريع. الحاجه الثانيه الدكتور بيفضل مركز، بيقدر يفضل مركز في الشغل بتاعه، ما بقاش مشتت ان في حاجات محتاج يجيبها من الاوضه الفرديه او الحاجه موجوده جنبه. طب ولا التقنيات لا.